سلام الله عليكم أحبابي المشاهدين الكرام في هذه الحلقة سنتحدث عن كتاب صوفي مدرسة تربوية ودستور تربوي بامتياز وهي الحكم العطائية أو الحكم لابن عطاء الله السكندري يقول الحق سبحانه وتعالى ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم إذا هذه الحكم العطائية تعتبر دستورا تربويا في علم التصوف والتزكيه وقد صاغ الشيخ بن عطاء الله السكندري كتاب الحكم اذ يعتبر من اجل مؤلفاته والتي حازت الشهره العالميه سواء في العالم الاسلامي او العالم الغربي لدى المسلمين وترجمت وترجمت كذلك شروحاته الى اللغات الحيه قلت وقد ساغه رحمه الله صياغة كشفت عن حقيقة التربية الإسلامية الصوفية وذلك في القرن السابع الهجري ويعتبر من أشهر من شرح هذه الحكم الشيخ سيدي أحمد بن عجيبة في كتاب كذلك كتابه الشهر عالميا وأصبح مرجعا اساسيا لكل من يريد ان يشرح حكم بن عطاء الله السكندري إيقاظ الهمم في شرح حكم للشيخ سيدي احمد بن عجيبه آه والشيخ سيدي احمد بن عجيبه الف الكثير من هاته المؤلفات الصوفيه ومعروف ان ابن عطاء الله السكندري هو تلميذ سيدي أبو العباس المرسيد في الاسكندريه تلميذ كذلك سيدي ابي الحسن الشاذلي دفين صحراء عذب بمصر ومسقط راسه بمنطقه شفشاون بالمغرب الاقصى وشيخه هو سيدي مولاي عبد السلام بن مشيش صاحب الصلاه المشيشيه وهو القطب الشهير يعني ان هذا هذه الحكم هي مدرسه شاذليه بامتياز لنتحدث في هذا الموضوع نستضيف لكم حفيده أه صاحب الشرح أه سيدي احمد بن عجيبه لاله بن عجيبه الحسني وهي أه متخصصه في الفلسفه الاسلاميه وفكر أه الفكر الاسلامي دكتوره بجامعه محمد الخامس بالرباط أه طبعا الفلسفه أه قامت بتحقيق لعدد من الكتب لأجدادها بن عجيبه تحقيق قوانين صوفيه للشيخ سيدي هاشمي بن عجيبه وهو أخ سيدي أحمد بن عجيبه وكذلك تم قامت بتحقيق هذا المخطوط الغالي جبته من الخزانه وعنده أكثر من جوج قرون بخط يد الشيخ سيدي أحمد بن عجيبه خط جميل للغايه ما زال خالصا كما هو كان في البداية قامت بتحقيق هذا الكتاب وهو الأنوار السنية في الأذكار النبوية أهلا بك مرحبا نجيبة مرحبا حينما نريد أن نتحدث عن التصوف وهو علم الأخلاق وهذا التصوف لا يمكن أن يصل له الإنسان سواء التجربة الروحية أو حتى دراسة التصوف حتى يعني يتألق في مراتب الإسلام الإيمان الإحسان الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهل لا الاستزادة من الحديث عن ما هي التصوف قبل أن نتحدث عن المواضيع الأخرى مرحبا الحمد لله حمدا يليق بوجهه وسلطانه العظيم والشكر له شكر استغراق في مشاهدة منانه ونتبرأ اليه بحولنا وقوتنا مع سكون القلب اطمئنانا اليه وثقه به ورسوخا في معرفته. واصلي واسلم على سيد العابدين وامام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله الاطهار وصحابته الاخيار. اولا اشكرك استاذتي على الاستضافه الكريمه. وكذلك اثمن جهودك عاليا في خدمه العلم وفي غرس القيم النبيله والاقاويل الطيبه في نفوس الناشئه. الحديث عن التصوف هو حديث عن خير العلوم ولباب الشريعه. هو حديث عن كيفيه السلوك الى حضره ملك الملوك، فاذا كان التصوف تفسير لمقام الاحسان فكذلك علم الكلام تفسير للايمان لمقام الايمان والفقه تفسير لمقام الاسلام لذلك فالتصوف هو ايمان واسلام واحسان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام عن الايمان والاسلام ثم الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. إلا أن هذين الأخيرين هذان الأخيران موضوعهما بيقوم على أساس النظر والاستدلال والبرهان وموضوع التصوف يقوم على المعارف الكاملة والأذواق والتجربة والوجدان فالتصوف التصوف تج... علم تجريبي لماذا؟ لأنه يقوم على مشاهدة مك... م... مشاهدة القلوب ومكاشفة الأسرار و... وجداني لأنه قائم على تذوق الإشارات إذن التصوف هو الترفع عن كل خلق دنيء والسمو إلى كل ما هو سني معنى أن هناك مجاهدة لا يمكن أن يصل الإنسان إلى مقامات يعني النفس من نفس الأمارة بالسوء إلى نفس اللوامة حيث أن الحق سبحانه وتعالى يقسم بالنفس اللوامة لأنها ترتقي بالإنسان تلومه على هذه الأخلاق الذميمة وبالتالي يمكن أن يصل إلى النفس المطمئنة إذا هذا الترقي في المراتب النفس لا بد لها من مجهود وكما قلت للا حسنا بن عجيبة أن التصوف يجب أن يكون تجربة ان لا يمكن ان نعرف التصوف دون ان نجرب ذلك وتجربه روحيه والحمد لله بلدنا المغرب معروف ببلد الاولياء ينبت الاولياء كما ينبت الكلاء آه اذا كانت ارض المشرق ارض الانبياء فارض المغرب ارض فلا الاولياء فلا. وانت آه ما شاء الله بنت الاولياء حقيقه وقمت كذلك بدور مهم جدا في تحقيق كتب يعني اجدادك ولا ننسى ان هذا الكتاب اقاد من في شرح الحكم اخذ عنه الكثير منهم اخر من يعني استعمله مرجع الشيخ البوطي رحمه الله شهيد المنابر وهو كذلك كان يقوم بشرح حكم بن عطاء الله السكندري كيف يمكن ان نبين ان هذه الحكم تعتبر مدرسه تربويه شاذليه يعني معروف ان اكثر من 200 مليون يعني من سكان العالم هم شاذليه بالطريقه القائدة هو سيدي مولى عبد السلام المشيش القطب الشهير اللي في جبل العالم يعني هذه الحكم كيف قال جدنا ابو بكر البناني لو كانت الصلاه صح بغير القران نعم. لصحت بحكم ابن عطاء الله, الله لانها نعم. تقتبس حكمة من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم نعم, نعم. اذا قبل ان نرخي الستور عن مكتونه الموضوع فلابد ان نشير الى ان الحكم لابن عطاء الله اقترنت باسمه فاشتهرت وذاع سيتها لما جعل فيها من المعالم والمعارف الربانية والأسرار العالية والإشارات كذلك الربانية التي جاءت جامعة لدقائق علوم التوحيد وكذلك لمقاصد السير والسلوك إلى ملك الملوك فجاءت الحكم كلها قيم كلها يعني اخلاق نستمد منها خاصه كان لها تاثير بالغ في تهذيب النفوس وتربيه وتصفيه القلوب وتربيه الارواح فهذا الاثر لابد ان يظهر على النفس البشريه التي تطمح الى الحظوظ الدنيا الى اخره فلذلك أه، تضمنت أربعة, علو... أربعة من... من علوم القوم مم. كما جاء في شرح سيدي أحمد بن عجيبة في شرحها في كتابه إقاد الهمم في شرح الحكم وأول هذه العلوم جاء في التذكير والوعد وهو خاص بالعوام ثم علم آخر وهو في تصليح أو في تصحيح الأعمال وتصفية البواطن وتحليتها بالفضائل وهي خاصة بالمبتدئين من السالكين مه. ثم العلم الثالث وهو في تحقيق الأحوال والمقامات وأحكام الأذواق والمنازلات وهو خاص بالمستشرقين من المبتدئين يعني في طريق القوم وكذلك المبتدئين من العارفين ثم العلم الرابع وهو علم المعارف الالهاميه وهذا خاص بالعلو بال الله خاصة خاصة نعم الخاصه على ذكر المستشرقين فعلا انا رايت شرحا او ترجمه لشرحك ابن عطاء الله باللغه الفرنسيه للدكتور ايريك جوفخوا وكان يدرس بجامعه دمشق وكان شيخه هو الشيخ البوطي وهناك اقبال كبير من طرف الغربيين المستشرقين أو حتى الغربيين الفرنسيين هكذا يقرؤون الحكم باللغة الفرنسية ويحبونها كثيرا ويعتبرونها مدرسة تربوية في الحياة. نعم لأن كتاب الحكم قام مؤلفه بصياغته بأسلوب جميل عذب فهذب معانيه وجمع التصوف كله من كتب التصوف باختصار باختصار خاصة يعني الآداب. اداب المريد تربيه النفس القيم الاخلاقيه الصبر اليقين فكانوا يعتكفون عليه ويهتمون به كتربيه بالحال كتربيه وهنا نشير الى ان العلماء المغاربه المتصوفون حينما يعني يقبلون على التصوف يبداون بكتاب الـ الـ الحكم نعم،, نعم, جميل يمكننا ناخذ يعني حكمه او حكمتين ونفسروها ونبينوها المشاهدين والى ما يعني تقصد هذه الحكمه كنبراس للمؤمن او قاعده يمكن ان يسير عليها في سلوكه مثلا مثلا ناخذ لك حكمة رب معصيه اورثت ذلا وافتقارا خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا نعم فيشير سيدي احمد بن عجيبه في هذه الحكمه الى ان المعاصي التي تتولد او ان المعاصي التي تولد في نفس الانسانيه ذلا وانكسارا وندما هي هو المرغوب في التربيه الصوفيه جميل. لان لماذا تولد لديك الافتقار التواضع وهذا يحقق مفهوم العبوديه جميل. وصدق التوجه الى الله في المقابل الطاعه التي يكون فيها رياء أو يكون في النفس التبجح والرياء تبه. والاستعلاء فهنا في المقابل العبره ليست ب بالمعصيه او الطاعه وانما ب ما الحاله التي الحاله التي في القلب الحاله القلبيه او ما يفضي الى ما تفضي اليه المعصيه والطاعه من مقتضى العمل جميل جدا نعم ربما رب عاص حينما يتوب نعم يتوب ويحقق شروط التوبه والندم حيث يقول الرسول نعم صلى الله يمكن ان يصبح من المحبوبين ان نعم الله يحب التوابين نعم. والمحبه هي مقام الولايه نعم. ورب كذلك طاع حينما يتكبر مثلا واحد الحجه ويجي راسه فهذا نوع من الكبر و الله سبحانه وتعالى وال... نعم. يقول على لسان نبيه الكبر ردائي فمن شاركني في قسمته فاذا هذا الشيء يبعد الانسان نعم. عن نعم عن عن... وت... عن تحقيق صدق التوجه الى الله سبحانه وتعالى حيث مدار التصوف كله هو صدق التوجه آه. يعني تحقيق العبوديه لله والاخلاص جميل آه كلها ندن دين حولها آه لا اله الا الله ان تخرج صادقه بعدم الكبر لان حتى الكبر راه شرك اه إذن هنا, هنا في التصوف لله نستشعر ان الانسان يراقب نفسه في كل حين كانه يسير نفسه هز يعني المقود السياره نعم. عندك في الحافه في كل دقيقه وفي كل حال نعم. يخاف على نفسه نعم. ان يخرج عن الجاده وعن الصراط نعم. المستقيم نعم. وهذا هو يعني كيف قلتي مآل وحال الصالحين نعم نحتاج فيه الى المشاهده جميل. إلى مجاهدة النفس وهذه المجاهدة لا تكون إلا طبعا بشيخ ي... مربين مربي يرقيك من مقام إلى مقام فالشيطان فالطريق خطير شاق, شاق. مم. كثير يعني خطاره وبالتالي النفس قد تضغط ونحتاج فيه إلى من يهذبها ومن يربيها ومن يردها الى اصلها الى الصواب الى الصواب فعلاً. الى صدق التوجه الى الله سبحانه وتعالى وهذا هو مقام الاحسان هذا هو مقام الاحسان طبعا أه. استاذه نعطيك حكمه اخرى من حكم نعم. من عطاء الله باش نخليو المشاهدين يمشيوا يشيروا حكم, حكم من عطاء الله نعم. موجوده اكثر من 200 حكمه وكل حكمه عندها شروحاتها وفي اكثر من 35 شرح نعم. يعني من المشارقه والمغاربه مثلا حكمه أه ما قل عمل يبرز من قلب زاهد ولا كثر عمل يبرز من قلب راغب. نعم جميلة هي هذه الحكمة فالعبرة هنا أن أشار سيدي أحمد بن عجيب أيضا في إيقاد الحكام إيقاد الهمم بشرح الحكام إلى أن رب عمل ينبع من قلب عمل صالح من قلب زاهد في الدنيا والزهد مقامه قلبي وهو اول خطوه الى الطريق والى الله سبحانه وتعالى فهذا العمل القليل الصالح الذي ترجو به وجه الله سبحانه وتعالى وتصدق فيه لله سبحانه وتعالى تريد فيه مكافاه ماليه ولا ماديه ولا دنيويه خير من عمل يكون الغرض منه هو الدنيا تعمل عمل الصالح من اجل ان يراك الناس وهذا هو الرياء لذلك الزهد كما يعرفه سيدي احمد بن عجيبه يقول الزهد هو خلو قلبك عن غير سوى الله سبحانه وتعالى فليس ان تزهد في الدنيا وان تزهد عن الدنيا وهي في قلبك وانما ان تزهد عنها عن الدنيا وهي في يدك ومن قلبك فلذلك قال بعض الصالحين إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الْفِتَنَةَ أه لما علموا ما ف... أن ليس لحيها سكنة تركوها يعني لجة واتخذوا صالح الأعمال منها سفنا نعم جميل حينما يقول تركوها باش ما الناس خطأ ماشي أنهم كلسوا وتكاسلوا لا 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 هم يشتغلون آه، وكيف تيقولوا سيدنا الولاء آه، الكسده في الحانوت والقلب, والقلب مع ملك الملك يعني لبس. الواحد يشتغل بتجارته نعم. باعماله نعم. لكن دائما قلبه متعلق بالله, بالله ويراقب نفسه نعم. في صحيح. كل الامور وهذه المراقبه هي اللي تخلي الانسان يعني ما يكذبش يصدق ما ياخذش رشوه ما يسرقش صحيح. ما يخطفش يكون يحب وطنه يحب اولاده اسرته وهذه هي الحياه الناجحه نعم. ديال المجتمعات نعم. آه، دكتورة كذلك للحسنة حينما نرى شروحات الشيخ سيدي أحمد بن عجيبة لإقاد همام في شرح الحكم نعم. نرى دائما في كل حكمة يرتكز على آيات من كتاب الله الكريم وعلى كذلك حديث من أحاديث أو أحاديث كثيرة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يأتي بالدليل في الشرح دائما يأتي ويؤصل نعم. من شرع كتاب الله آه كما قال جدكم أنها مثل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعض العارفين كادت أن تكون وحيا هذا هو. لذلك ويؤصل هو فيها كل من الكتاب ومن السنه يعني جاء ضمنها علوم القوم التي يعني كلها من الكتاب والسنه فعلمنا يقول الجنيد مؤيد بالكتاب والسنه لا نخرج عن هذه الكتابين لذلك يوثق كلامه حتى يعني ان شاء الله يكون ونرى ان في هذا الحكم للدكتورة حسناء بن عجيبه وكذلك في شروحاتها ما ينم عن ابعاد الشرك الخفي والعياذ بالله نعم. لان كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك <applause> الخفي هو كالنمله السوداء على الصخره السماء نعم السماء في الليلة الظلماء نعم ما يبانش نعم. ولكن والعياذ بالله ممكن يسقط فيه الانسان نعم اذا لتحري عدم السقوط في الشرك الخفي يعني يسلك هذا المسلك نعم لذلك قلت سابقا انه جمع فيها من دقائق التوحيد. يعني دقائق التوحيد ومقامات السير الى حضره ملك الملوك يعني هنا في شرح الحكم ما المقصود بالتوحيد؟ يعني افراد الله عز وجل بالعبوديه والاخلاص له في جميع العمال وجميع الطاعات. إذن نشكرك فضيلة الدكتورة حسنة بن عجيبة الحسني على هذه الحلقة المتميزة في الحديث عن حكمة أو حكم بن عطاء الله السكندري وكذلك عن شروحات هذه الحكم خصوصا شرح جدكم الشيخ حمد بن عجيبة في كتاب إيقاظ الهمم في شرح حكم اذا احبابي المشاهدين الكرام نشكركم على حسن اصغائكم نتمنى القاكم في الحلقه القادمه باذن السماء العليم والسلام عليكم ورحمه من الله تعالى وبركاته الى اللقاء